تبرير غير منطقي أراد به وزير العدل دفع الفساد الذي يجول في وزارته، حينما أشار أن عدد القضاة لا يتناسب والقضايا المنظورة. هكذا وصف خريجو المعهد العالي للقضاء قول وزير العدل في أحد اللقاءات التلفزيونية. تم تعيين دفعة 17 بالنيابات، يعني بدأنا الوقفات، ويعني على أمل بأن يعني مجلس القضاء الأعلى أنهم يسحبوا قرارهم المجحف في حقنا، ولكن للأسف ولكننا سنستمر يعني حتى إذا أصبحت 100 وقفة أو 1000 وقفة، لن يعني نتوقف حتى نسترد يعني ما هو شيء قانوني ودستوري. المحتجون برروا ذلك التصريح كونه يتناقض مع رفض وزير العدل لقبولهم في المحاكم بعدما أنهوا دراستهم في المعهد العالي، وبالتالي يتوجب لهم أن يتمكنوا من عملهم حسب اللوائح والأنظمة. تظل القضايا لأربع سنوات لاعبا في هذه القضايا الموجودة، وإنما للنقص الشديد الموجود فيها وبإقرار من قيادة سلطة القضايا، فتعليلهم لطول إجراءات التقاضي قيادة سلطة القضايا أنفسهم يعللون ذلك بنقص الكادر القضائي الشديد في المحاكم، ثم نفاجأ بإصدار قرار مخالف للدستور والقانون، حيث أن شروط قاضي الحكم ينص عليها الدستور والقانون حصرا ولا تتضمن أن يمر القاضي عبر النيابة العامة. تصريح الوزير الأخير قابله تأكيد وإصرار من قبل المحتجين على مواصلة مطالبهم المتمثلة بسحب قرار وزير العدل الذي ينص على أن تكون النيابات بوابة العبور للعمل في السلطة القضائية، مهددين بالإضراب الشامل من قبل القضاة الذين أدرجوا ضمن العمل في النيابات وتسليم كل ما بحوزتهم من قضايا إن لم يستجب الوزير لمطالبهم. كما نظم العشر